في نفس الصورة. شيء غريب قوي يحكي ربنا عن الامم اللي حكى عنها. ما هو لما موسى راح لفرعون وكلمه قال ساحر او مجنون يا كده يا كده. وحتى هود قالوا له ايه؟ ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. يعني مخك الالهه لخبطته فبتخطف. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليه برضه كده ساحر، وقالوا عليه ايه؟ مجنون. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ شوف اسمع. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. ويجي السؤال، يجي السؤال وراها بقى الملفت، اتواصوا به؟ اتواصوا به الاجابه صحيح. طب قريش مالها ومال قوم نوح لما اتهموه بالجنون؟ قوم هود لما اتهموه بالجنون، قوم صالح، الامم اللي فاتت كانت بتتهم الرسل بالسحر تاره وبالجنون تاره. فربنا بيقول هو كان كل امه بتوصل وراها لما يجيلكم رسول قولوا له. سؤال غريب، اتواصوا به؟ كانهم بيوصوا بعض. بعدين بديك الاجابه بقى، بل هم قوم طاغون. لكن السؤال نفسه ملفت. ملفت في ايه؟ ملفت في انه بين الكفار شيء واحد، وديدن المؤمنين سيكون واحد. يبقى من يوم ما خلق ربنا الدنيا المؤمن مؤمن والكافر كافر، رغم تنوع الأزمنة وتعدد الأمم وكثرة الرسل، المؤمن كلامه هو والكافر كلامه هو. ايه اللي خلى المؤمنين في كل عصر يقولوا نفس الكلام والكفار في كل عصر يقولوا نفس الكلام؟ ايه؟ دول ربنا ملاهم يقولوا ايه؟ زي ما بيقول واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امن. طب خلاص، طب هو اللي قال لهم بقى، طب هو اللي قال لهم، يبقى هو اللي ايه؟ اللي قال. امبارح كنا بنقول عن المؤمنين والمهاجرين والانصار، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. وبيتكلم عن المؤمنين الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. هما القبضتان، هما القبضتان، هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. نسأل الله أن يجعلنا من قبضة أهل الجنة.